Terminé, gamin. تسرق من دولاب ابوك يا جمال؟ دي اخر تربيتي فيك. ايه ماما، انا كان لازمني فلوس وخفت اقولك. من امتى بتخاف تطلب مني فلوس؟ انا حرمك من حاجه؟ ها؟ وديني مصروفي ما يعدليش والعيال بتنقلصوا عليا عشان معيش فلوس. 300 جنيه لعيل زيك في الشهر ما يكفوكش؟ ليه؟ بتشرب حاجه؟ لو ربنا يرحم. تاخد كام من دولاب ابوك يا جمال؟ كنت هتاخد كام؟ انت 400 جنيه. خد يا جمال 400 جنيه. لا خلاص يابا مش عاوز. خد يا حبيبي. ولما تعوز فلوس تاني يا جمال قول لي يا حبيبي. عارف ليه؟ عشان انت ابني يا جمال. الورشه والبيت وفلوسي كلها ليك. عايزك تبقى راجل يالا. عايزك تبقى راجل وتجيب القرش بالهوى مش بالسرقة. المرة دي سرقت أبوك هيسامحك ويدار عليك، لكن لو سرقت حد غريب مش هيسامحك يا جمال ولا هيدار عليك. هيفضحك يا ابني ويمكن يحبسك. فاهم يا جمال؟ ما تزعلش مني يا أبا. آخر مرة تعملها. حاضر يا أبا. عايز 400 جنيه ليه بقى؟ ولا حاجة، أنا هجيب حتة موبايل لقطة مع واد صاحبي. ماشي يا حبيبي. 400 جنيه معاك أهو. هات الموبايل. خد 50 جنيه دي كمان. خليها معاك. ماشي يا أبا. يلا. تعمل ايه؟ سيب المفاتيح دي يا اخي. هفتح انا يا بابا، خليك انت مرتاح. يا اخي مين قالك ان انا تعبان؟ روح يا اخي شوف كليتك. ما انا النهارده ما عنديش كليه. يا ابني ما تتعبش قلبي، روح شوف شغلك، روح كليتك الله يهديك. خلاص يا بابا هستناك ونروح سوا. يا اخي انا عايز اخرج اهوي نفسي، سيبني. يا بابا انت ليه مصر تبعدني عن الصيدليه؟ امال انا دخلت الكليه ليه؟ لا اله الا الله. يا اخي ده مش اسلوب مناقشه على الصبح كده واحنا لسه صاحيين من النوم. الله، انت حد مسلطك عليا؟ يا عم روح شوف شغلك بقى. خلاص يا بابا هروح افتح انا، وتعالى انت على مهلك. لا اله الا الله. يا اخي غلبت اقول لك ان الاجزخانه دي في حاره شعبيه، يعني فيها عيال بلطجيه ومجرمين ومدمنين، واحنا مش ناقصين مشاكل. يا بابا الناس دي مش في الحاره بس، في اي منطقه هتلاقي منهم كتير قوي. يا اخي هم عرفوني وانا عرفتهم، وانا عرفت ازاي اتعامل معاهم، هم عرفوا ازاي يتعاملوا معايا. من فضلك بلاش مشاكل يا اخي، روح شوف شغلك. يا بابا مفيش صيدلي ما بيتعرضش للمشاكل، ولا انت بقى بتخاف منهم؟ ايوه يا سيدي بخاف منهم. ايه عايز حاجه؟ ما انا مش لاقي مبرر غير ده، غير بقى جدول المخدرات اللي بينقص كل يوم. اخرس بلاش قله ادب. انا عمري ما طلعت قرص مخدر من صندوق المخدرات الا بالروجيتا، فاهم ازاي؟ مش انا اللي يغلط الغلطه دي، اطلع بره امشي. انا اسف يا بابا، انا كنت بلفت نظرك. بتلفت نظري؟ انت بتلفت نظري؟ ليه يا اخوي؟ ما تيجي تاخدني قلمين احسن. اطلع بره، اطلع. يا قضيه مش كده، صوتك جايب لاخر الدنيا. عمل لنا كوبايه شاي يا نهد. حاضر من عينيا. بس قول لي ايه اللي مزعلك يا اخوي؟ مالك؟ يا ستي جاي يسحب ويفتح درج كومودينو وياخد المفاتيح ومصر يروح يفتح الاجزخان. ما تسيبه يفتحها يا عطيه. ما تسيبه يا اخويا، ولا انت عايز تقعده في البيت زي البنات؟ ما انا عايز اقول لك على حاجه، شغل الحاره ده عايز خبره معينه، ده مليانه بلطجيه وعيال حراميه واللي مش هيعرف عليه. ان جيت للحق
هي حارة تقرف. بس عالم غلابة مش لاقيين اللي يفهمهم يفهموه. والله هو ده الكلام اللي جايبنا لورا. انت حر في ابنك، انا نازلة. راح فيه الكوافير. شو لك يا كابتن؟ انتوا لسه بتعملوا مظاهرات؟ ده اعتصام. اعتصام. هما مش انا ويحلوها؟ هما بيقولوا كده بس مفيش جديد. مفيش جديد. ما تعرفش صفاء سعيد فين؟ ولا ما تعرفهاش؟ دي زميلتي خرجت هي وخالد يجيب لنا حاجة. خالد مين؟ زماننا. وحضرتك مين؟ ألف شكر. النبي يا رب لك لحبيبك النبي يسرها لي، فكها عليا يا رب. انا مش طالبه منك غير ان احج مره واحده بس. انا نفيسه، انا معطله وغلبانه، انا منكسره. يسرها لي يا رب مره واحده بس يا رب، احج مره واحده بس يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. في يوم انا عبد الله يا ام. ايوه جاتك نصيبه تاخدك. داخل يا واد تسحب زي الحراميه كده ليه؟ ياما انا دخلت بالراحه عشان ما اقطعش دعاكي. يعني هتقطع رقبتي؟ مش حسن ما توقع قلبي في رجليا؟ حقك عليا ياما، معلش انا اسف. وايه اللي رجعك بدري كده؟ مفيش، قلت رايح ساعه وبعد كده انزل تاني. اعمل حسابك بقى، عايزين نلحق نبني الفرن. فرن ايه ياما؟ فرن الكنافه بتاع كل سنه. ياما الفرن ده خلاص ما بقاش يجيب همه. يجيب همه ما يجيبش همه، هي عاده ربنا ما يقطعها. وبعدين اهو بيجيب 20 30 جنيه في اليوم، مش وحشين. ومين اللي هيقف فيه؟ انا مش فاضي. هنشوف لنا واحد كده غلبان على قد حاله نديله قد 10 جنيه في اليوم، وانا هقف معاه. تقف ازاي يا همه؟ انت تعبانه. تعبانه؟ يا سلام، لو انت يا واد كنت يعني شلتني يوم قرايه فتحتك عامل حسابك على كده. طب ما انا نزلت لوحدي على اسم الله النبي حارسها جت نصيبه. حاضر يا ام، حاضر حاضر. هنعمل الفرن وتفوت على الواد كريم علشان يعمل حسابه وبعتهولي عشان احاسبه. حاضر يما. انا كل ما اكلمك تقولي حاضر حاضر. جرالك ايه؟ مش عاجبك كلامي ولا ايه؟ هقولك ايه يما غير حاضر يعني؟ طب اسمع بقى، اوعى تخليني ادعي عليك. اعمل حسابك، والله لو ادعي عليك لا تتقسم نصين. هتتقسم نصين وانت عارف كويس. يا ريت نتقسم نصين عشان اخلص من اللي انا فيه ده. ايوه يا اخويا ايوه. نام وانت عامل زي الطور كده، نام نامت عليك حيطه. خلاص خلاص، هو انا ناقص خلاص. صفاء صفاء صفاء. ايوه صلاح، في حاجه؟ تحب اجيب لك ميه؟ اقعدي. انت كويسه؟ الحمد لله. ليه؟ لو في اي حاجه عايزه تقولها لي قولها لي، احنا اخوات مالناش غير بعض. طبعا يا اخويا، ربنا ما يحرمنا من بعض. امال مين خالد اللي انت خرجت معاه النهارده في الكليه؟ ده زميلي في الجامعة، رحنا نجيب أكل لينا ولزمايلنا، مش هم قالوا لك كده برضو؟ زمايلك اللي بمشوا معاك في المظاهرات، المظاهرات اللي أنا منعتك منها. يا صلاح ده مستقبلي، ولازم أقف جنب زمايلي، دول عايزين يشيلوا التخصص من الكلية. يا بنتي اللي بتعملوه ده ما فيهوش فايدة، الموضوع ده مش هيتحل غير مع نقابة الأطباء. كله كلام وبس، ومفيش أي خطوة بتحصل. اللي أنا عايزك تحطي في دماغك حاجة واحدة بس، أنا أخوكي وبكرة هبقى ظابط، يعني حافظ عليا، خلي بالك مني. حاضر. وزي ما قلت لك لو في اي حاجه تعالي قولي لي. حاضر. يلا تصبح على خير. انت من اهل. رحت فين؟ ايه جو التقل ده؟ هو الواد جابر. الو. ولا جابر؟ ابو كريم، مساء الفل يا حبيبي. اسمع بس،
انا على النت دلوقتي وعمال لغي في واحد صاحبي وبعت له رسائل. اسمعني يا عم. ببعت رسائل ما بردش عليا. يعني ايه ده؟ مشغول ايه؟ بقولك فتح النت، قصدي فتح النت. اكتف ايه يا عم؟ كلمني عربي يا عم. ما البرنامج عندك. ايوه انا منزلهولك، هتلاقيه عندك على الماي كمبيوتر، هتلاقيه في الديل. يا عم اسمع بس اللي انا اقولك عليه، اعمله دوس اكسبت. ايوه فهمتني. اقعد بقى دوس التالي لحد البرنامج ما يفتح. استنى استنى استنى، فتح. بعتت رساله اهي. انا عالبال توك، مكتوب كده عالبال توك في غرفة شعر. حلو قوي كده، عيش علامة واحدة يا ابن اللعيبة. يونس مين؟ انا كريم. كريم عامل اخبارك؟ انت مش واخد بالك مني ولا ايه يا ابني الايه؟ تعالى تعالى لف. هادي يا يونس. تعالى ازاي اللي فكرك بايه؟ وحشتني يا هاد. بتعمل اعداديه ما شفتكش يالا. ما المدارس هي اللي فرقتنا يا كريم. الله، طول عمرك يا بتقول كلام عسل. بس هو مرمي على الحيطان اهو، ما تدعش. اقعد اقعد تشرب شاي. اشرب. اقعد. زمن ياض ما جيتش الاوضه دي. فاكر كنا بنذاكر سوا؟ بس انت كملت علامك. انا ماليش فيه يابا. يا ريتني ما كملت، اهو التعليم قعدني في البيت. اهو اسمك اتعلمته خلاص. بقولك ايه؟ قول. ايه اخبارك يا ام عشان؟ تسأل ليه؟ يعني ما تاخذنيش، يعني بقالك يجي 7-8 سنين كده بتكتب شعر وما سمعناش عنك حاجه. الدنيا اتلخبطت يا كريم. اي حد بقى يجيب ورق وقلم دلوقتي ويكتب له كلمتين ويقول لك شعر. كل الشعر ده انت اللي كاتبه؟ ها؟ كتبته في قد ايه؟ بتاع 7-8 سنين كده. ياه، 7-8 سنين يا صبر ايوب. بقول لك ايه، ما تديني شويه. شويه ايه؟ شويه شعر. رياض مالك؟ ده انا صاحبك يالا، شقك هو موجود قدامك اهو، شوف انت عايز ايه وخده. بس اشرب شاي الاول واسمع لك كلمتين، يمكن ما عجبكش. هتعجبني ان شاء الله اقدم ماشيه. بس بجد طيب، ما انا جاي اسمعك اهو. ما تقول. بص، لو في غمضة عين تتغير حاجات. الله، يعني ايه بقى؟ يا ابني يعني لو غمضت وفتحت وفي في حياتك حاجات حصلت مش حلوة، يا ريتها ما حصلت. حلو ده، كمل يا كمل. لو في غمضة عين تتغير حاجات والذكريات تنسي الألم. يعني ايه بقى الذكريات تنسي الألم؟ مش طريقة سمع شعر دي أبدا. اشرب اشرب. جرى ايه يا يونس؟ تخططت عليا ولا ايه؟ ما تفهمني يا اخي. يا ابني افهمك ايه؟ الشعر ده يتحسن من جواك. يتحسن من جواك؟ لا يا عم، انا افهم الكلام الاول والاحساس يجي بعدين. ده لما بقول لك بقى شعر فرنساوي. ما اختلفناش. بقول لك ايه؟ انا عاوزك في موضوع مهم. اتفضل قول. انا عاوز استلف شخصيتك يعني كده وشعرك. ازاي بقى؟ ازاي يعني ايه؟ امال عامل لي شاعر وبرم؟ ودي مالها دي؟ مش فاهم والله. انت فاضي كام يوم كده؟ هيكون ورايا ايه يعني؟ خلاص سيب لي نفسك. الميه دي للشرب بس يا رضا، اوعى تطبخي بيها ولا تغسلي. في ايه؟ ابوك والحربايه كانوا بيتودودوا النهارده. على ايه؟ الولايه عماله تزن على دماغه، ياخدوا الاوضه دي ويطلعونا الاوضه اللي بره. مش هتجيبها لبر الولية دي الا لما تخليه يطردنا من البيت. اعملي نفسك ما سمعتيش حاجه. معقوله يا بلال؟ معقوله يا اخويا ننام في الاوضه اللي بره؟ ده اللي ماشي في الحاره يسمع فيها دبه النمله. يا رضا اصبري بس لما يفتح معايا الموضوع ساعتها نشوف. اقول لك، خدي هاتي لهم غدا بكره وروشي كده بكيلو لحمه ودخلي لهم ياكلوا، يمكن ربنا يحنن قلبه علينا. ما نشوف. خلي بالك اللي احلى
لك هنا الدنيا كلها لغايه ما جبنا لك النمرتين دول. احنا عاملين معاك كل الواجب. الله يكرمك يا معلم. الله يخليك. طول عمرك ابو الواجب. الله يخليك ويبارك لك. هات يا عم. عندي عبد الله. عندي الف مبروك. الله يبارك فيك. ايه ده فلوس ايه؟ هنستلم امتى بقى؟ دلوقتي حالا يا ريس. تمام. الف مبروك. الله يكرمك. الله يخليك. الف شكر. السلام عليكم. اللهم صل على النبي. يا عبد الله العربيه واقفه وحش زيرو. خد قلع سمي بقى وخش برجلك اليمين على اساس فتحه خير يعني. الف شكر يا معلم. الله يبارك لك. الله يبارك لك. ربنا يخليهم لك. على مالك. طب وتاكسي تاكسي تاكسي ايه وجبنا تاكسي تاكسي والحلو تاكسي تاكسي هوبا هوبا هوبا. بقول لك ايه يا صاحبي؟ الاول شرط اخره نور. تمام كده. محدش يعرف اي حاجه ان احنا جبنا تاكسي. ها ليه يا عم الحاج؟ ليه اما بنعمه ربك في حد؟ ايوه يا حبيبي حدث ده لما تبقى فلوس يمين مش شمال. انا بين هو في حد بين بشورانا ولا ايه؟ طبعا يا معلم. من اين لك هذا؟ فجاه كده بقى معاك فلوس وانت قبضك كله على بعضه ما يجيش 500 جنيه؟ نبيل انا على يدك مجرد المصنع يعني كله امان يا معلم. يا حبيبي حق الدورين بتوع الحاج مصلحي ممكن يتهرش. ما يتهرش واحنا كتبنا نفسنا وصل ولا ايه؟ اسمع اللي بقول لك عليه. ما حدش يعرف اي حاجه واذا اي حد سالك قول له ان انت سواق على التاكسي ده. يعني هم هيدوك نشال لو عرفوا ان انت مشارك على تاكسي. خلاص ما نقعدش لحد ولا صباح ولا حتى امي. واما اما اما وتعالي ياما ياما وجبنا تاكسي 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 وتعالى وانا تاكسي تاكسي وياما ياما. بس يا بس يا بيه بس يلا الله يخرب بيوتكم. وحشتوني يا عيال زيلكم. ايوه يابا. ايوه يا نادي يا بنتي. قولي لامك اني اني دخت على الفسيخ اللي هي طالباه ومش لاقيه. اني عارف هي مش هتصدق. اعملي في امك بقى. تعملي ايه يعني؟ ايه خلاص ما تجيبش. بس ما تنساش الحنه اللي امي قالت لك عليها. حاضر حاضر جبتها. قولي لها بقى انني طالع على محطه القطر عدل. ها مش عايزين حاجه. يلا مع السلامه. نسيبها كده بقى اعوضها لك مره ثانيه. مع السلامه. مع السلامه يا حبيبتي. مع السلامه. وصفوني الصقر لقيته خيال وكلام في الحب كلام في الحب يا دول يا دول. اتفضل يا ريس. اتفضل. عاوز بس شغالك بتروق كده. لا عادي عادي خالص. تشرب ايه يا باشا؟ ولا عايز اشرب ولا اي حاجه. اندهله يلا خلصت. انت هات لي نعمل حاجه. ثانيه واحده بس. ثانيه واحده. اتفضل اتفضل. بتعمل ايه يا عم؟ ايه اللي بعمل ايه؟ الشقه كانت وسخه شويه قلت انضفها. ما في واحده بتيجي تنضف كل اسبوع. خلص بس غير هدومك كده وتعالى عشان في واحد مهم جاي يسمعك. واحد مهم يسمعني؟ ما جبتوش الاستوديو ليه؟ يا عم استوديو ايه اللي هشوفك انك بتعمل شاي؟ عندك حق. يلا. طب انا هلبس. غير بسرعه واطلع بسرعه. يلا. نورت يا ريس. الله يخليك. هو فين؟ جاي حالا اهو. هو تعالى يا شباب. السلام عليكم. اهلا اهلا اهلا. ما هو كويس اهو. ما شاء الله ما شاء الله. بقول لك يا ابو الشوق اقعد كده بقى يا ابني وعايزك تسمعني حاجه. بقالي كتير ما سمعتش صوت حلو. سمعني يلا يا موال. على الحامي كده؟ على الحامي. استاذ زكي اتقل منتج كاسيت في بلدك. ملك المضروب. يا عم هو عاد فيها كاسيت. قول يا ابني قول قول سمعني. حاضر. طب دوزن كده يا سامي يا الحاج. دوزن. ست. اه ست. يا سلام. تمام جاهز؟ اللي شفته اللي شفته قبل ما تشوفك عيني عمري. الله هو ده. انت يا ابن امك ده عيالك. انا همضي معاك النهارده. ايه رايك؟ مبروك يا شاوي. نقرا الفاتحه. بسم الله الرحمن الرحيم. درسنا النهارده عن الجواز. يا حماة الاسلام وحراس العقيده هنتكلم عن الجواز. خدوا بالكم بقى الجواز لازم نسهله
ونيسره. سهلوا الجواز يا اخوانا، بلاش تعقدوه وتعقدوا بناتنا وشبابنا. الحكاية مش ناقصة، بلاش مغالاة في الطلبات. يعني ايه المهر كام والشبكة بايه والفرح فين وايشي قايمة وايشي عفش وايشي ايشي. ارحموا شبابنا، ارحموهم، بلاش تخلوا الشيطان يلعب في دماغ الولاد والبنات والعياذ بالله. ايوه يسروا الجواز، الجواز له رزق مستخبي. سبحان الله ولا اله الا الله، وحد الله يا سيدي ولا اله الا الله من قلبك. لا اله الا الله. الجواز له رزق مستخبي. واحد فيكم هيقول لي يعني ارمي بنتي يا استاذ تمام؟ اقول له لا، انا ما قلتش كده، ما بقولش نرمي بناتنا، لا، احنا نيسر نسهل. الشباب اليومين دول بقوا شايفين ان الجواز ده حلم، معجزة، عملية مستحيلة. من ايه؟ من الشروط والطلبات والموالاة. فانا بناشدكم التيسير وبقول لكم يا اخوانا الجواز له رزق مستخبي عند رب كريم، ولا ايه؟ سبحان الله ولا اله الا الله. واحد فيكم هيقول لي طب بعد ما يتجوزوا هياكلوا من ايه ويصرفوا ازاي وهيربوا عيالهم فين وهيدخلوا عيالهم مدارس ولا هيرموهم في الشارع؟ جرى ايه يا سيدي؟ هو انت شفته يعني خلف اصلا؟ سبحان الله. وبعدين ما كل عيل بيجي برزقه، ولا انتوا نسيتوا انه لا حيلة في الرزق؟ وحد الله قول لا اله الا الله من قلبك يا سيدي. خمس كتبت على ساق العرش، لا راحة في الدنيا ولا حيلة في الرزق ولا شفاعة في الموت ولا سلامة من ألسنة الناس ولا راد لقضاء الله. امال ايه يا مؤمن؟ مش كده يا سيدي؟ لا حيلة في الرزق. بس مش معنى كده يعني لا حيلة في الرزق الواحد يقعد يطربخ بقى ويقول ما هو لا حيلة في الرزق يجي وقت ما يجي. لا لا، ما اسعى يا عبد ونسعى معك، ولكل مجتهد نصيب، وقولوا اعملوا فسيرى الله اعمالكم. ولا ايه يا اخوانا؟ ها لابد ان احنا نسعى. الاهالي يرحموا الشباب، سهلوا الجواز يا اخوانا، بلاش تعقدوه. بتعمل ايه يا ولية؟ بغسل غيارات البنت تهاني. ولا تستاهل، انا لو منك احرقها. عليا دين بسدده والدين ما بيرحمش. ياما عذبت ابويا وامي وانا صغيره، وديني بدفع الثمن اهو. بنتك بتطلعوا عليا. انت السبب، كل ما جت في رقبتها تحشيني عنها. خايف عليك يا اخويا، لو تضربها ضربه تموت فيها. يا ريت، ده يبقى يوم المولى. بتقول كده وبس حد يكلمها كلمه بتبقى عايز تاكله. اه لو كان ليها اخ كان زمان ريحني. نصيبنا، ادعي لها يجيلها ابن الحلال اللي يتجوزها ويلمها ويرحمنا من اللي احنا فيه. استنى انا بقى على ما يجي ابن الحلال ويشوفها ويوافق عليها. بقول لك ايه، ادعي لها ربنا يهديها. اهلا وسهلا يا حاج ابراهيم، شرفت وانست. البيت منور. منور باهلي يا استاذ تمام. ابوك كان معايا في المدرسه يا حنفي. وخرجت من سنه اولى ابتدائي. عملت خير، يعني هم اللي اتعلموا خدوا ايه؟ الحمد لله. الشاي يا زينب ولا تتغدوا الاول؟ لا الحمد لله، خيرك سابق يا استاذ تمام، واكلين قبل ما نيجي. انا وشفا، اهلا وسهلا. الشاي اهو. ازيك يا حاج ابراهيم؟ الحمد لله. ازيك يا حنف؟ ما شاء الله كبر حنفي، انا ما شفتوش من هو عيل صغير. ربنا يخليك يا ام. عن اذنكم. اتفضلي يا حنف. اتفضلي. اهلا وسهلا. انا بقول يا حاج في الموضوع على طول. وماله؟ اهلا وسهلا، اتفضل. هو قوي. احنا جايين نتكلم على بنتك عائشه، ومش هنلاقي احسن منك تحط ايدنا في ايده وناخد عائشه لابننا حنفي. ده انا تحصل لنا البركه، ده انا اوصلها لك لغايه البيت يا حاج ابراهيم. وده العشم برضه يا استاذ. وانت بتشتغل ايه يا حنفي؟ حنفي بيشتغل في موبايلات، بيبيع ويشتري لغايه ما ربنا يسهل ان شاء الله ونشوف له شغله دايما.
موبايلات وبتقبض كام في الشهر يا حنفي؟ انا عامل بشتغل لوحدي يا ابني. انا مش بقولك انت بتشتغل مع مين، بقولك بتقبض كام، يعني دخلك قد ايه تقريبا؟ يعني 20-30 جنيه في اليوم اللي ربنا بيكرم بيه. حضرتك يا استاذ تمام، انا حابني شقه ببيتنا لحد ما ربنا يسهل ان شاء الله. الله يا حاج ابراهيم، انت عارف ان دي بنت الوحيده، من غير ما تزعل مني شغلانه ابنك مش مضمونه، وانت سيدي عارفين يا حاج انت زي حالتنا اللي جاي على قد اللي رايح، والهم تقيل وكتير، يعني لو قدرت تقف جنب ابنك يوم ولا اتنين ولا شهر ولا تلاته مش هتقدر تقف جنبه طول العمر. هو هيعمل ايه يا استاذ؟ ما انت عارف مفيش شغل في الحكومه اليومين دول. والشقه دي قدامها كتير. انا بقول ندور على شقه محندقه كده ايجار جديد لغايه ان شاء الله ما ربنا يسهل ونخلص بنا. ايجار جديد ما تشربوا الشاي. ما انت عارف البير وغطاه يا استاذ. والله انا ما عارف اقول لك ايه بالظبط يا حاج ابراهيم. هو مش معقول يعني يا استاذ في يوم وليله هنجوزهم؟ وانا ما اقدرش اطول فتره الخطوبه. حط نفسك مكاني، دي بنتي. معلش يا حاج ابراهيم ما تزعلش مني، اعفيني انا في حل من اي اتفاق. معقول يا استاذ؟ انا مش عاوزك تزعل مني يا حاج ابراهيم، احنا طول عمرنا جيران وعشره طيبه. لا ربنا ما يجيب بينا زعل، انا كنت عايز بس احط ايدي في ايدك عشان اساعده. ايدي وايدك ما تكفيش يا ابراهيم يا اخويا، ما انت شايف الدنيا واللي بيحصل فيها، والرسول عليه الصلاه والسلام قال من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم. وابنك الصغير يصوم بقى. ربنا يقدم ما فيه خير. استاذن انا. السلام عليكم. يا بدر ابراهيم اخويا. يلا يا حنفي يا ابني. السلام ورحمه الله وبركاته، شرفت وانست. ما تزعلش مني يا حنفي يا ابني، كل شيء اسمه نصيب. عادي يا عم. مع السلامه. السلام. لا حول ولا قوه الا بالله. ايه؟ في ايه؟ قفلت عليهم الطريق ليه؟ يعني كنت عايزاني اعمل ايه يا زينه؟ قلم بنتي ده واد صايع شغال في الموبايلات، موبايلات ايه؟ دي شغلانه اللي مالوش شغلانه اصلا. وانت يا اخويا يعني لما جيت تتجوزني كان حيلتك اي حاجه؟ لكن هقول ايه بقى؟ العيال دول حظهم مهب ب60 نيله. الزمن غير الزمن يا زينب. الراجل الحاج ابراهيم ده ولدي عنده قرطه عين، هيلاحق على مين ولا مين؟ لكن ابوك الله يرحمه ما كانش حيلته غيرك. خلاص بقى، انت مش رفضته؟ انت يعني متضايق قوي كده ليه يا زينب؟ اوعى يكون في حاجه بين البنت والواد. لا يا اخويا فشل، بالعكس مفيش اي حاجه خالص، بس احنا بقى قلنا البنت نسطر عليها ونخلص منها. خلاص خلاص بقى يا زينب، كل شيء اسمه نصيب، والبنت لسه عيله صغيره. انا عايزك بس تقعدي مع البنت كده وتجرجريها في الكلام، لا تكون تعرف الواد من ورانا ولا في بينهم اي حاجه، وطمنيني يا اختي. حاضر يا اخوي حاضر. ربنا يستر. الراجل اتاخر قوي، مش عاوزه يتاخر كده. يا عدرا هاتي بالسلامه، ده انا ماليش غير لا واد ولا بيت. يا واد ابوك تعب قوي وعايز يستريح. انزل بقى يا عادل اقعد في فلسطين، يعني هما الخواجات احن مننا عليك. ما تتهد بقى يلا، اتهد بقى واقعد في حته، اركز شويه. بس الطول حاجه قوي. اعلنت وزاره الداخليه عن وفاة 58 شخصا في حادث انقلاب قطار الصعيد المتجه الى الجيزة، وقد اصيب في الحادث حوالي 120 راكبا. يا سبتي